السلام عليكم مشاهدينا، إليكم الموجز الإخباري الخاص بمؤسسة الشهداء. بناء لتوجيهات رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، تستمر مؤسسة الشهداء دائرة العلاقات والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث بمبادرة منصة خدمتكم واجبنا الميدانية. مسؤول وحدة الرصد في قسم الإعلام ميثم صالح أوضح أن هذه المبادرة مستمرة، وهي تهدف لتخفيف العبء والتواصل المباشر مع ذوي الشهداء والتعرف على أهم طلباتهم والعقبات التي تواجههم لتذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها. المدير العام في مؤسسة الشهداء السيد طارق المندلاوي يستقبل وفدا مختصا بالمقابر الجماعية من جمهورية إيران الإسلامية أثناء زيارتهم مقبرة جنة الشهداء في محافظة كربلاء المقدسة. المندلاوي شرح للوفد الزائر عن المقبرة وأنها تضم عددا يقدر ب 2400 شهيد من شهداء جرائم حزب البعث البائد، مبينا مدى اهتمام المؤسسة في تنفيذ مشروع إعمار المقبرة لتكون شاهدة على حجم جريمة النظام الدكتاتوري البائد. اجتمع مدير مديرية شهداء بابل جاسم الخزعلي برئاسة معاون محافظ بابل للشؤون الفنية وعضوية مدير بلدية بابل لبيان جاهزية القطع التي سوف يتم توزيعها على ذوي الشهداء. وكانت الخلاصة وجود قرابة 500 قطعة جاهزة وإعداد محاضر لتوزيعها في الفترة القادمة. وجه معاون المحافظ مدراء البلديات بالإسراع لحل كافة الإشكاليات التي حالت دون إكمال الإفرازات الجديدة مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة. بإشراف مباشر من مدير مديرية شهداء ديالى فاضل المعموري، تم توزيع سكوك بدل النقد الجزئي والمنحات العقارية لذوي الشهداء كدفعة أولى والبالغ مقداره 10 ملايين دينار لكل شهيد وعلى هيئة دفعات. المعمور أشار إلى وجود دفعات لاحقة لعدد آخر من ذوي الشهداء في حال استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في المديرية. وفي خبرنا الأخير، بناء على توجيهات معالي رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ عبد الإله النائلي وبإشراف مدير مديرية شهداء ميسان علي حميد، باشرت المديرية بفتح نافذة لاستلام طلبات ذوي الشهداء الخاصة بالبدل النقدي والمنحات العقارية. حميد أكد أنه تم العمل على فتح هذه النافذة لمتابعة طلبات ذوي الشهداء بشكل مباشر وسلس ووضع الحلول المناسبة لها لما يصب في مصلحة ذوي الشهداء لنيل حقوقهم المشروعة. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.